محمد خاتم. سيداتي أنساتي سادتي أينما كنتم عبر قنوات SSC السعودية تابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. ديربي جديد من دربيات العاصمة الرياض في الميزان، مباراة تقليدية تاريخية بين الأصفر العالمي نادي النصر والليث الأبيض نادي الشباب ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دوري الرشن السعودي للمحترفين في بارك بالعاصمة السعودية الرياض. كالعادة متعة الملاعب. كرة لليمين مني، كرة خاطئة مني. اكس امستردام يريد الكرة الجميلة في حين تواجد مدرب واحد من انجلترا. تسلو بانيجا حبيب ديالو، كرة من غنم لساديو ماني. هذه مباراة ثلاثة غريب، يسترجع ساديو ماني. سافيتش تعادل كرة ساديو ماني. ورع نار بين اللاعبين في 23 دقيقة. ماني مازال السنغال والشباب اليوم ومع النصر يا حبيبي لا تنام. عارية الكرة وبعيدة. زبيتش كرة رونالدو ماني ماني. جول 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 رونالدو ماني. والكرة في الشباك السنغالي أكبر فتاك. ثلاثية نصراوية عالمية يا ولدي، عالمية. ستفتش عنها يا كيم سانجو. داري تؤثر على القرار في الأقدام. والكرة الماني على السنغال دخل. سلطان ماني ليحسن السبياني. رائعة لفريق النصر أمام الشباب في موسم 2019-2020. مناوشة طبعا لابد من تهدئة الخوار. لا يمكن لي وصف هذه الأجواء الجنونية في مدرجات الأول بارك. اسمع إنذار لماني وإنذار وساديو ماني. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية. النصر ثنائية كريستيانو رونالدو ساديو يوزا ماني ماني ماني. والمخالفة اعتدرج بالكرة لساديو ماني. ابنه حواره كان مع فهد المولد. ماني رائعة من اوتافيو. وي جلطة كرة جو يا صفيق جمهور. غريبة وعجيبة. وعده Fabri sends it across. Diallo! Second attempt. Oh, and he still hasn't scored his first goal. Flag has gone up far side. It's a chance, he doesn't connect it. Température est très élevée ici à Riyad. Attention, un bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu encore pour Sadio Mane avec Otavio qui est lancé. Sequence again here. I mean, Fabri's is nearly bad enough to warrant a red card. Just about give the officials the benefit of the doubt. That's a yellow. But that, I'm afraid, could have led to a serious injury and just has to be a red card. It's a good decision actually. They've sorted that out really well, the officials. Got a feeling that Sadio Mane is heading for the touchline as well. Laporte and the appearances for them is on. Habib Diallo is claiming that he was fouled and had his shirt pulled inside the penalty area. For Habib Diallo here.